والله اليوم عدى اهو ما بعناش ولا اوردر. طب هقول لك تعمل ايه، شغل صورة ال ايه، استغفر الله العظيم، صورة قصدك الواقعة يا سوسو؟ ايوه الواقعة بالظبط، شغل صورة الواقعة وهتدعي لي ان شاء الله خير يا سوسو. ان شاء الله هتكسر الدنيا ان شاء الله. بس مسار اتأخر قوي. لا جاي جاي. ليه صوت الأغاني لما بيكون جاي من بعيد بيبقى أحلى بكتير؟ ليه؟ عايزين أرد عليكي بعمق ولا عادي؟ هتفرق يعني؟ طبعا هتفرق. ماشي يبقى بعمق. بعمق يا سوسو؟ بعمق. بصي يمكن عشان الأغنية بتيجي من بعيد كده وسامعينها صدفة. هي أي حاجة بتيجي فجأة كده على طول يعني تبقى أحلى. افهم افهم افهم. ماشي على جمالك. شكله وصل أهو. سمع الحلاوة يا سوسو. أيوه. مساء الخير. مساء النور يا دكتور. ممكن أتكلم معاك في موضوع مهم شوية؟ هرجع لك أكيد طبعا، اتفضل. اعتبرني اتفضلت. بابا، حضرتك عرفت إزاي إن أنا هنا؟ أنا ما عرفتش إنك هنا إلا دلوقتي. اللي أعرفه إن أنت كان عندك عيد ميلاد ومعاد علشان تشوفي عيادة. أول مرة أعرف إنك بتكدبي عليا يا سارة. بس أنا ما بكدبش على حضرتك، أنا فعلا كنت بشوف عيادة هنا، بس سارة اتأخر شوف عيادة. أنا بنكمل الموضوع ده بعدين. أنا جاي دلوقتي عشان أتكلم مع الدكتور فريد. أقدر أقول لك دكتور عادي كده صح؟ أه طبعا. قول لي يا دكتور، بنتي بتعمل إيه في شقتك؟ حضرتك أكيد عارف إن أنا وسارة بنحب بعض من زمان، ما حصلش نصيب قبل كده لظروف خارجة عن إرادتي أنا وهي. يمكن دلوقتي بقى في فرصة نعوض ده وأثبت لك إن تقييمكوا القديم ليا ما كانش صح. اتجوزته؟ لا طبعا. ازاي يعني؟ امال بتعملي ايه في بيته يا ساره؟ ما هو ده المبرر الوحيد اللي ممكن اقبله لما اشوف بنتي في بيت راجل بالصدفه. حضرتك انا مش لوحدي، عمتي موجوده والممرضه بتاعتها، يعني مفيش اي حاجه تسيء ولا لحضرتك ولا لساره في وجودها هنا. المبدا بالنسبه لي مرفوض. ما علينا. انت عايز ايه من بنتي يا دكتور؟ عايز اتجوزها. وانا مش موافق. بس انا موافقه. انا بتكلم مع الدكتور فريد. قول لي يا دكتور، تعمل ايه لما تعرف ان انا مش موافق على الجوازه دي؟ شايف انها جوازه غلط ومش مناسبه لينا، ساعتها برضه هتتجوزها؟ هتتجوزها غصب عن ابوها اللي على وش الدنيا وتبوظ علاقه اب ببنته؟ انا لما اتجوز لازم اهل مراتي يبقوا متشرفين بيا وعارفين قيمتي كويس، غير كده اكيد مش هاخد خطوه زي دي. فريد، اللي انت بتقوله ده ثواني يا ساره. وبعدين برضه انا لغايه دلوقتي مش فاهم ليه حضرتك او غيرك مش متشرفين بنسبي. جايز من وجهه نظرك، المهم ان انا وانت متفقين. على ايه؟ على ان الموضوع خلص. انا مش هرجع في كلامي، وانت مش هتقبل على نفسك الوضع ده. بعد كل السنين دي مفيش اي حاجه اتغيرت فيك يا دكتور. ولا السنين دي كلها غيرت فيك حاجه يا دكتور. اديكي سمعتي بنفسك، قال مش هيتجوزك على الوضع ده. اصل فريد راجل ابن بلد بيفهم في الاصول، واكيد مش هياخدي غصب عني. يلا يلا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.